متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم. فيديو جديد سوف نتحدث فيه عن قضية الساعة والتي تتعلق بمصير مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في إطار كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وهنا الحديث عن مباراة النصف النهائي. كما كان متوقع، قام اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإصدار بيان رسمي حول نتيجة مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة، والتي كانت مقررة في المغرب ولم تجرى للأسباب المعروفة والمتعلقة بالخريطة الوهمية. كان اليوم البيان يتحدث عن انهزام فريق اتحاد العاصمة بثلاثية لصفر، وهذا الأمر كان متوقع، وتحويل ملف هذه القضية إلى لجنة العقوبات والانضباط من أجل إضافة عقوبات أخرى لاتحاد العاصمة. كل هذه الأمور شاهدناها في البيان الأول الذي كان عن مباراة الذهب، وشاهدناها اليوم في البيان الثاني والذي يتحدث عن مباراة الإياب. ولكن الدولة الجزائرية وبقيادة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صدي كان يعلم أن الاتحاد الإفريقي لن ينصف الجزائر، بما أنه قام باعتماد تلك الخريطة الوهمية فهو متواطئ مع لقجع وجماعته. لنذكر فقط أن وليد صدي قام بالذهاب إلى المحكمة الرياضية للتحكيم الطاس، والتي طالب فيها بإصدار الحكم قبل 12 من شهر ماي الحالي، أين ستلعب مباراة الذهاب من النهائي التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لأن وليد صدي يعلم أن القرار يجب أن يظهر من قبل الطاس قبل مباراة الذهاب من نصف من النهائي. والجميع يعلم أن الاتحاد الإفريقي حاليا يعيش تخبط داخل أروقته بسبب هذه القرارات التي تصدر من قبل لجنة المسابقات، لأن هنالك من لا يريد أن يقحم السياسة في الرياضة، وبعض الأطراف تحاول أن تقحم ذلك، فهنالك لقجع ومجموعته يحاولون عدم الرد على الطاس فيما يخص الإرسالية التي قدمتها لهم إلى غاية لعب مباراة النصف النهائي، خاصة وأن الطاس أعطتهم موعد إلى غاية 3 من شهر ماي، وهم يحاولون المماطلة لأقصى حد. إذن هنالك في أروقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعض الخلافات، يجب على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن تقوم بالاستثمار في هذه الخلافات من أجل أن تقوم بإسقاط هذه الهيئة الفاسدة بقيادة موتسيبي ولقجع، أين يكون المال الفاسد والمتاجرة بالبشر والمخدرات هو الذي يطغى على هذه الهيئة الفاسدة. إذن وليد صدي مازال يقوم بعمله، وهو الضغط على محكمة الطاس من أجل إصدار الحكم قبل مباراة الذهاب من النهائي. فهناك سيناريوهات يجب أن نتابعها. أولا، إذا لعب النهائي ذهابا وإيابا وفاز فريق الزمالك المصري، فهنا لو يصدر أي حكم للطاس بعد هذه المباراة فلن يكون له أي طعم حتى لو فاز الاتحاد الجزائري لكرة القدم بهذه القضية. ولو فاز نهضة بركان بالنهائي فستكون هنالك الأمور مختلفة. إذن نحن لا نريد أن نصل إلى هذه السيناريوهات، نريد أن يكون حكم الطاس قبل لعب المباراة النهائية، لأن مباراة النصف النهائي بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان لم تلعب بصفة رسمية، وتأهل النادي المغربي عن طريق احترازات المقدمة من قبل الكاف على فريق اتحاد العاصمة. إذن اتحاد العاصمة الآن عليه الضغط من أجل صدور الحكم قبل النهائي، يعني أن على إدارة اتحاد العاصمة الآن البدء في هذه الأمور والضغط على الطاس المحكمة الرياضية من أجل إصدار الحكم في حقها، هل هي مع الحق أم لا، لأن الأمر تعدى الأمر الرياضي وأصبح أمر سياسي، وهنالك بعض الأطراف تستغل هذه الأمور. الأمور أصبحت معقدة جدا، خاصة بعد صدور بيان اليوم والذي سيجعل من الطاس ملزمة بإصدار الحكم قبل مباراة النهائي التي ستلعب ذهابها في 12 من شهر ماي وإيابها في 19 من نفس الشهر. لهذا وليد صدي الآن
يقوم باتصالات حثيثة مع المحامين الذي كلفهم بذلك من أجل الضغط على محكمة الطاس بالتسريع في إصدار الحكم، لأن الحكم هو الذي سيلغي المباراة النهائية. الجميع الآن ينتظر ماذا سيحدث في الطاس. الجميع يعلم أن القضية أصبحت سياسية 100%، والجميع يعلم أن لو الطاس تطبق القوانين فالقوانين واضحة وضوح الشمس، وهي معاقبة نهضة بركان لاعتماده الخريطة الوهمية على قمصانه، كذلك معاقبة الأشخاص الذين هم في لجنة المسابقات واعتمدوا هذه الخريطة الوهمية التي ترمز إلى الطابع السياسي، ويمكن أن تعاد المباراة في ملعب محايد وتكون بمباراة واحدة، وسيكون هنالك قرار بمنع كل الأندية المغربية من وضع أي خريطة على قمصانها في المنافسات القارية، وهذا من الأشياء الإيجابية الذي سننتظره في الأيام القليلة القادمة من طرف الطاس. إذن الجميع ينتظر متى يصدر حكم الطاس، وهو الحكم الذي يجب عليه أن ينصف فريق اتحاد العاصمة بعد صدور الحكم اليوم من قبل الكاف، وهو حكم كان منتظر، يعني لا جديد في هذا الحكم، والذي يعتبر فريق اتحاد العاصمة منهزم بثلاثية لصفر. وكذلك أكد في هذا الحكم أنه سيحول القضية إلى لجنة الانضباط، وكذلك أكد على أن نهضة بركان تأهل إلى النهائي بصفة رسمية، ولكن هذه الأحكام يمكن أن تلغى بقرار واحد من محكمة الطاس. لهذا نطالب من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وإدارة اتحاد العاصمة بتكليف محامين ذو كفاءة من أجل الضغط على الطاس ليكون الحكم قبل مباراة النهائي المقررة يوم 12 من هذا الشهر، يعني بقي أسبوع فقط وتلعب المباراة النهائية. فيجب على هيئة وليد صادي واتحاد العاصمة الضغط بقوة من أجل صدور الحكم، لأن الأمر أصبح الآن يتعلق بالدولة الجزائرية. لو لن يكون هنالك أي حكم في هذه القضية فستتطور الأمور أكثر وأكثر في المستقبل. إذن هذه هي أهم المستجدات فيما يخص قضية اتحاد العاصمة وصدور الحكم الذي كان متوقع، يعني لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، حكم الذهاب يتم إعادته في مباراة الإياب، وهذا كان متوقع لأن الكاف أصبحت منحازة لطرف واحد، أو لا نقول أنها منحازة، الكاف هي من دخلت في هذا النفق المظلم، وهي لا تريد التراجع لأنها هي من قامت بالموافقة على هذه القمصان، وهي من ستتحمل المسؤولية في المستقبل. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو. دائما إخواني قبل أن أختم الفيديو، إذا لم تكن مشتري في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، أين سنقدم كل التطورات وآخر الأخبار عن هذه القضية والقضايا الوطنية في الجزائر. إلى اللقاء.